السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة سولا، قناة اسكندرية، شاطئ النخيل. بنقدم لحضراتكم النهاردة عرض جديد ومميز جدا، شاليه أرضي على حمامات السباحة داخل منتجع سياحي، مساحة 120 متر، 3 غرف نوم بسعر لقطة داخل القرية. شوفنا بعض عندي هنا حمامات السباحة، دي عندي حمامات سباحة كبار، وقصادنا هنا عندي حمام السباحة أطفال. قصادنا عندي هنا واجهة الشاليه. أول حاجة بتقابلنا عندي هنا دي الفرندا، ودي الإطلالة على حمامات السباحة. ممتاز جدا ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله تبارك الله، ربنا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. أول حاجة بتقابلني هنا عند ريسبشن كبير ما شاء الله، مربع متشطب عندي كويس جدا، تشطيب جبسون بوردو ديكورات سي ان سي. وقصادنا هنا موجودة عندي خلفية ممتازة جدا من السري دي. قصادنا هنا موجود عندي مطبخ أمريكاني، والمطبخ عندنا هنا من الداخل، وعلى يميننا عندي هنا طرق التوزيع بتدخلني على غرف النوم والحمام. تشطيب عندي ما شاء الله تشطيب فوق ممتاز. على شمالنا هنا موجود عندي أول غرفة نوم، بعد منها مباشرة موجودة عندي الحمام، وجنب منه موجودة عندي الغرفة التانية. وجنب منها موجودة عندنا هنا الغرفة التالتة. ممتاز جميل جدا جدا ما شاء الله، وكده العرض بتاعنا يكون قد اكتمل. هنتكلم مع بعض على تفاصيل وحدتنا بالكامل، بسم الله الرحمن الرحيم. عرضنا النهارده من قناة سولا، قناة اسكندرية، شاطئ النخيل، شاليه داخل منتجع سياحي في موقع مميز جدا يصلح للسكن الدائم والمصيف والاستثمار في المستقبل، مسجل في جمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان والتعمير، وكاميرا الإعدادات كهرباء ومياه، وزي ما احنا عارفين بنستلم اخر فواتير بتاريخ اليوم. المساحة الاجمالية للشاليه 120 متر، السعر 490 ألف جنيه كاش، والسعر قابل للتفاوض، السعر بالدولار 10,000 دولار. ما شاء الله عرضنا كويس ومميز جدا جدا، وربنا يا رب يكرم ويبارك لصاحب النصيب. نشوفكم ان شاء الله على خير في شقة جديدة وعرض جديد وعقار جديد مع قناة سولا، قناة في اسكندرية، شاطئ النخيل.